أهلا بكم في مرايا. لكل بلد خصوصية وسمة تميزه عن أي بلد آخر. هذه ليست مجرد كلمات تقال بلا معنى، بل هي وصف دقيق لواقع الحال. السعودية هي من أبرز البلدان التي ينطبق عليها هذا الوصف. لماذا؟ هي باختصار شديد لديها مسؤولية خاصة تجاه المسلمين ودين الإسلام، لأنها تشتمل على الحرمين الشريفين مكة والمدينة، وهي قبلة المسلمين، وهي منطلق الرسالة الإسلامية من الأساس. هذه خصائص بالإضافة لخصائص أخرى ليس هنا مناسبة الحديث عنها، تجعل من السعودية بلد يتحلى بدور خاص وفريد، وهو القيام على رعاية الحرمين الشريفين وتهيئة السبل للمسلمين من كل فجاج الأرض من أجل تأدية الحج والعمرة والزيارة. هذا الدور ليس اختياريا، بل هو جزء من طبيعة الهوية والوجود السعودي، كما أنه ليس دورا وليد اليوم والليلة، بل هو مزامن ومحايث لقيام الدولة السعودية نفسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز. كل هذه الأمور تجعل كارهي السعودية في أمر مريج وحيص بيص كما يقال، وجزء من مساعي التخريب ضد السعودية عائد إلى هذا الدور الخاص. مثلا القذافي في الماضي كان يريد تغيير هذا الواقع وسلب هذا الدور بطريقته الغرائبية طبعا، وفي الحاضر كثر ممن شرقوا بتحمل السعودية لهذه المسؤولية، ليس آخرهم بطبيعة الحال حسن نصر الله أو نوري المالكي أو أبو بكر البغدادي وأيمن الظواهري. لكن السعودية مضت منذ زمن الآباء والأجداد إلى زمن الأبناء والأحفاد في استشعار هذه المسؤولية الكبيرة، والزيادة في مستوى الاهتمام والخدمة كما ونوعا منذ زمن التأسيس والمؤسس وهي تفعل هذا. قال تعالى أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، هي آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وعلى الله حج على الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فبهذه البقعة المباركة جعل الله بيته العتيق، ومن كل هذه البقعة الشريفة بعث الله صفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. بعد الملك المؤسس عبد العزيز أتى دور الملك الأول من أبنائه وهو الملك سعود، فكانت عمارة الحرمين في وقته البداية الحقيقية والكبرى للتوسعات السعودية العظمى التي ظلت شواهدها شامخة حتى اليوم. التوسعات الكبرى عرفها الحرم المكي في عهد الدولة السعودية، حيث بدأها الملك عبد العزيز بضم المسعى للمسجد الحرام وإضافة طوابق وتوسعة منطقة الطواف ليستكمل أبناؤه الملوك سعود وفيصل وخالد ما بدأه. ودشن الملك فهد فصلا جديدا من التوسعات بإضافة قسم غربي متجانس مع الطراز المعماري للحرم، كما تمت توسعة الساحات المحيطة ليتسع المسجد الحرام لنحو 600 ألف مصلٍ. وبدأ عهد التوسعات الأكبر في تاريخ الحرم في عهد الملك عبد الله، تم توسعة المسعى وأضيف دور علوي وآخر سفلي لتتضاعف مساحة المسعى 4 مرات ليتسع بذلك 70 ألف مصل إضافي. هذا الدور ترسم على مستوى المسميات والألقاب، صار لقب خادم الحرمين الشريفين هو اللقب الرسمي للملك السعودي، تذكيرا والتزاما وتعهدا بالخدمة والرعاية والمسؤولية تجاه الحرمين الشريفين عمارة وتوقيرا وفادة ورفادة وسقاية. استبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه يشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين. إعلانها في ذلك اليوم كانت فعلا مفاجأة. أذكر كانت أذكر الكلمات إنه استبدله بلقب أحب إلى قلبي وأعتز به
خادم الحرمين الشريفين. ففي ذلك الحفل قال الملك فهد: أعلن اليوم أني أود أن أستبدل صاحب الجلالة بخادم الحرمين الشريفين، وهو اسم أحبه وأرغبه، أريده أن يكون هذا هو اللقب الرسمي في الخطاب وفي الجواب. ودو التصفيق في الحفل على مدى 5 دقائق. من الماضي إلى الحاضر تسامى الدور وبنيت الأدوار من عبد العزيز إلى سلمان. اليوم يشهد المسجد الحرام التوسعة السعودية الثالثة التي أطلقها الملك عبد الله رحمه الله. ها هي ذي التوسعة السعودية الثالثة المباركة يتعاظم عمرانها وتتكامل مشاريعها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وتتسارع أعمالها لتصل الليل بالنهار، تحثها المتابعة الدؤوبة ويحفها الدعم الأكيد والتوجيه السديد. الحقيقة أن هذه الخدمة المتتابعة ليست مجرد واجب ديني والتزام سعودي سياسي، هي أيضا مهمة حضارية، لأن المسلمين هم من كل أمم الأرض وألوانها وأعراقها وثقافاتها، والانفتاح على هذا التنوع هو نافذة للسماحة وموجب للانفتاح السعودي لمن يلتقط هذا المعنى الرفيع في هذا التنوع. وبعد، فإنه دور تاريخي إجباري على الدولة السعودية وعلى السعوديين كلهم. قال لبيد ابن ربيعة: فاقنع بما قسم المليك، فإنما قسم الخلائق بيننا علامها. إلى اللقاء.